السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة عودة الرئيس هادي إلى الرياض بعد زيارته الأخيرة إلى القاهرة قادم من عدن. مجددا يعود الرئيس هادي إلى الرياض بعد عودة مؤقتة إلى العاصمة السياسية عدن، اختتمها بزيارة إلى مصر. عودة هادي إلى الرياض بدلا من عدن تثير العديد من الأسئلة حول الأبعاد والدلالات، خصوصا وأن الرجل كان قد أعلن أنه سيعود إلى عدن. فهل يتعرض هادي لضغوط من أجل البقاء في الرياض أم أنه أحب الإقامة فيها؟ هل لنتائج الزيارة الأخيرة إلى مصر علاقة بالعودة إلى الرياض أم أن مقتضيات المرحلة وظروفها الراهنة كانت الحاسمة في هذا الأمر؟ أسئلة كثيرة نناقشها في حلقة اليوم من زوايا الحدث، ولكن بعد هذا التقرير. لا يكاد يبارح الرياض حتى يعود إليها مجددا، حتى إنها أصبحت مقر إقامته الدائمة وما دونها مؤقت. حتى قصر المعاشيق ضاق ببقائه أو ربما اشتاق له، لكنه شوق المتيم وما باليد حيلة، فقلب هادي ومصيره وعمله معلق بالرياض. قبل أيام غادر إلى القاهرة والتقى بالرئيس المصري، ويبدو أن ذلك لم يكن الهدف الوحيد من الزيارة، فلقاء قيادات وأعضاء حزب المؤتمر كان هدفا يسعى إليه هادي منذ أشهر. تحقق اللقاء وحاول هادي توصيل رسائله بخصوص مستقبل الحزب، لكن ما إن انتهى اللقاء حتى عاد هادي مجددا إلى الرياض. وهنا كثرت التكهنات وبرزت العديد من الأسئلة، لماذا لم يعد هادي إلى عدن التي غادرها إلى القاهرة؟ وهل للوضع الأمني علاقة بذلك؟ يقول قائل ربما، بينما يرى آخرون أن الموضوع له علاقة بالمرحلة الجارية وإعادة ترتيب أوراقها. فهناك لقاءات منتظر أن تتم في الرياض، وقبل هذا كله هناك ترتيب لانعقاد مجلس النواب الذي كثر الحديث عنه. وخلال هذا يبدو أن التجهيز لانعقاد المشاورات التي ينتظر انعقادها مطلع سبتمبر المقبل جزء من تلك المهام، لكن ألا يقدر الرئيس هادي على القيام بهذه المهام من عدن؟ ولماذا لا تعود النخبة السياسية كلها إلى العاصمة السياسية المؤقتة؟ مثل هذه التساؤلات أصبحت في حكم الجدلية، فكم طرحت وما من إجابة؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي من تعز. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك وللجمهور الكريم. مرحبا بك. في البداية دكتور، كيف تتابع عودة الرئيس هادي إلى الرياض بعد أن كان المتوقع أنه سيعود إلى عدن؟ من منظور المتابعة المستمرة لسلوك هادي حول استقراره في عدن أو بقائه في الرياض، شخصيا ولا أعتقد ولا أحمل أو أجزم أن هذه التحليلات صائبة، ولكن هذا ما أعتقده، أن هادي مطلوب منه إعادة إحياء المؤتمر الشعبي العام، وهي جاءت وفق زيارته لمصر بهذا الغرض، وعودته للرياض أيضا من أجل استكمال هذا المشروع، لأن دول التحالف والدول الكبرى ليس عندها استعداد في نقل السلطة للأحزاب الموجودة على الأرض والتي يمثلها الإصلاح. الإصلاح حزب غير مرغوب باعتباره إخوان مسلمين، وتعرف أن الإخوان المسلمين تم إقصاؤهم في مصر بالرغم أنهم جاءوا بالانتخابات، وتم إدخالهم في السجون في الإمارات السعودية، والحرب القائمة في اليمن تجعل من الإصلاح هو الوريث الحقيقي لاستلام السلطة في أي مرحلة قادمة، سواء ببقاء هادي أو برحيله. وبالتالي وجدت هذه الدول الإقليمية وكذلك دول العالم بأنها تجري مشاورات لإعادة إحياء المؤتمر الشعبي العام ليكون هو القوة الرافعة السياسية سواء للمرحلة القادمة أو للحكم مع هادي. نعم. هذا ما أتوقعه، لأنه ولكن دكتور نعم هادي نعم ولكن دكتور كما تعلم حتى عدن أو في الرياض. نعم دكتور، معذرة على المقاطعة، لكن كما تعلم حتى
يعني المنضوين تحت المؤتمر الشعبي العام ربما انقسموا إلى أكثر من قسم، وبدت هناك التباينات واضحة والتراشقات الإعلامية والتصريحات من هنا وهناك تنبع عن خلاف حقيقي وعدم رغبة بالالتفاف حول الرئيس هادي. هناك تيار يريد أن يبقى خارج سلطة الرئيس هادي، وهناك أيضا من أعلنوا ولائهم للرئيس هادي وربما يعني يذهبون وإعادة هادي لرئاسة المؤتمر الشعبي العام. هذا التباين والاختلاف بين قواعد المؤتمر إلى أي مدى يعني ينتج يعني هذه الرؤية التي طرحتها أنت برغبة إقليمية ودولية؟ دعنا نفهم، المؤتمر الشعبي العام كنبتة سياسية، هي هذا الحزب لم ينبت من خارج إطار السلطة، هو نبت في حضن السلطة، وبالتالي هو حزب سلطوي بامتياز، ولا يستطيع أن يعيد أن تعاد الحياة إليه إلا إذا عاد إلى السلطة، وأيضا إلى جانب السلطة هو يستثمر الأموال، أي أنه حزب سلطوي، حزب مستفيد من أموال السلطة. فالحزب هو منقسم لأنه لا يضمن عودته إلى السلطة بالشروط التي كان يحصل عليها أيام عفاش، وأيضا لا يستطيع أن يحصل التي كانت متاحة أمامه وهي أموال الدولة. نعم. فهذا التمنع هو تمنع شكلي، الغرض منه التفاوض، والغرض منه أيضا الابتزاز السياسي، أنهم يريدون العودة ولكن بشروطهم، شروط السلطة وشروط المال. فالحزب هذا هو خارج السلطة ميت، ولكن هو يعيش كالسمكة في البحر، هو يعيش في إطار السلطة والمال. نعم. وهذه هو تاريخه، يعني كل المواقف التي الآن تدور حول تمنعهم من العودة لرئاسة هادي فقط إنهم يبحثون عن اشتراطات توفر لهم هذا الامتياز الذي ألفوه. طيب دكتور، يعني واقعيا إذا كانت يعني الرغبة في إعادة المؤتمر الشعبي العام ولملمته، كان الأحرى بعودة الرئيس هادي إلى عدن، ومن ثم لملمت حزب المؤتمر وإعادتهم إلى عدن وترتيب أوضاع الحزب من جديد لكي يعود بالصورة التي يريدونها. أما بهذه الصورة يعني ربما اجتمعت في مصر ثم عاد إلى الرياض، ما الذي سيجنيه في المنفى أقصد؟ ينبغي أن نفهم بأن هذا الكلام المشار إليه هو كلام، كانت هذه الحركة صادقة التي أنا أشرت إليها هو عمل غير معلن، وبالتالي لا يمكن رسم هذه الصورة أن يعود لعدن. لو كان العمل معلنا ربما لكان الاشتغال من عدن هو الأصوب، ولكن باعتبار صورة من وراء الكواليس فلا بد من نجاحها بحضور شخصي مع قاعدة هذا النجاح، وهو وجود ربما بن سلمان وبن زائد والسيسي والملك، هذه الشخصيات هي القادرة، لأنه هذه تقريبا غير مقتنع إلى أن يعاد احتكار المشهد للمؤتمر السياسي مع رغبته بأن يكون رافعته السياسية التي يعمل بها، نتيجة لعدم قدرته على إلقاء الثقل مع الإصلاح، لعدم وجود ثقة متبادلة من خلال 7 سنوات من العمل. تشعر بأن الإصلاح قدم الدعم الكافي والمهم سواء للسلطة الشرعية ممثلة بهذه أو لخيار الدولة والشرعية، ومع ذلك لم يحظى بهذه الثقة، لأن هناك ضغوطات إقليمية ودولية هي تجعل وجود مثل هذا الحزب مسار جدل ومسار شبهة، وبالتالي لا بد من التخلص منه. وهذه تقريبا خلال 7 سنوات الحقيقة لم يلتفت إلى الخيار الشعبي، هو رمى بكل ثقله على الخيار الإقليمي والدولي، وحتى الخيار الثوري الذي أوصله إلى السلطة لم يعترف بعامين من الخطاب السياسي الهادي، لم يعترف بدورة فبراير إلا بعد أن انتهت فترته الانتقالية، ووجد نفسه مجبرا بأن يتخاطب وأن يتناغم مع 11 فبراير. طيب. يعني هو الرجل وصل إلى هذا دون تخطيط مسبق، وبالتالي لا يريد أن يترك السلطة بهذه السهولة. نعم. طيب دكتور، ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. كانت قراءة الدكتور فيصل يقول بأنه ربما عودة الرئيس هادي إلى الرياض بدلا من عدن هو في إطار لملمة شتات المؤتمر الشعبي العام، هذا الحزب الذي هناك رغبة إقليمية ودولية بإعادته حتى لا يكون المجال مفتوح أمام القوى على الأرض ومن بينها حزب الإصلاح. ما رأيك بهذه القراءة؟ أعتقد أن عودة هذه من القاهرة إلى الرياض مرتبطة بأكثر من ملفة على رأس هذه الملفات،
حقه تدعم المتحدة والمفاوضات والنص على العسكرية والعزة الشرعية والجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى مسألة مجلس النواب وانعقاده. هناك عدد كبير من الأعضاء ومتواجدين في الرياض، أيضا قيادات الأحزاب السياسية وهيئة المستشارين لا زالت موجهة بالقاهرة والرياض، وبالتالي يبدو أن الرئيس يكمل الوقت من الاستعداد لإجراءات قادمة تتعلق بالمسألة الشرعية واستقرارها والمسألة العسكرية والمسألة الاقتصادية. هناك حالة اقتصادية قائمة. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي، أنت أيضا وجهة نظرك أنت التي تراها بأنها يعني هي الأقرب إلى الحقيقة بعودة الرئيس هادي بعد زيارته لمصر إلى الرياض، هل هي رغبة الرئيس هادي في الميل للراحة ويعني بعيدا عن الإشكاليات والمشاكل الحاصلة في عدن، أم هي ضغوط مورست بعودته إلى الرياض؟ لا أعتقد أنها ضغوط، لكن أعتقد أن هنالك ترتيبات، هناك ضغوطا دولية قوية في مسألة المفاوضات تمارسها الولايات المتحدة بريطانيا وأعضاء مجلس الأمن ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وهناك إشكالية الحدود، إشكالية المعارك المشتعلة والتحالف العربي تقوده المملكة العربية السعودية، وما تقول من هذا التحالف هنالك مفاوضات، قد يكون عودة الرئيس جزء من هذه الترتيبات، قد تكون هناك استنجادات بدور كبير للأمن والمصريين للحكومة المصرية بدرجة أساسية، هذا يقتضي أيضا تنسيق من خلال الرئيس وعودته إلى الرياض، وقد تمتد العودة أيضا لدوره على أبو ظبي، هناك ترتيبات يجب أن تكون هناك حركة سياسية خارجية لتخفيف الضغط من جانب، ويجب أن تكون جهود كبيرة من أجل تعديل عمل الحكومة التابعة لمسألة أداء الجيش والتغطية التي يقدمها التحالف، وهناك أكثر من ملفات على في هذا الاتجاه على الرئيس أن يتابعها، ما زالت له في عدد رئيس الوزراء والحكومة، وعلى الرئيس أن المسألة تقتضي أن تكون هناك حركة وخلية نشطة، الرئيس تبني هذه الخلية، ولا أعتقد أن الرئيس يميل إلى الراحة، لكن هنا نعم. طيب اسمح لي يا استاذ عبد الهادي ان اعود للدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، ايضا انت هل تعتقد ان هناك ضغوط مورست على الرئيس عبد ربه منصور هادي للعوده الى الرياض، وايضا على الجانب الاخر هل هناك فعلا قلق ومن الوضع الامني من تواجد الرئيس في عدن؟ تقريبا ربما الاحتمالات واردة، لكن دعنا نضع أيدينا على بعض المؤشرات الملموسة بحكم السواق خلال 7 سنوات من سياسة هادي. أولا أنا لا أرجح مسألة الترتيبات التي أشار إليها الأستاذ العز عزيز. نعم. لأن سياسة هادي الرخوة خلال 7 سنوات لم نستنتج منه حرصا كبيرا وحيويا لمثل هذه الترتيبات، وبالتالي هي سياسة رخوة لا تستطيع لزجة أبقية لا تستطيع أن تقيس عليها بأن هناك برنامج يمشي عليه وله أولويات، هذا أولا. ثانيا هو لا يمتلك الآن سلطته الكاملة، يعني هو سمح لمصادرة السلطة والسيادة اليمنية لغيره، وبالتالي وضع في موضع حرج لم يعد يستطيع أن يتصرف خارج إطار هؤلاء المعاونين أو هؤلاء الشركاء الذين يسيرونه. الحقيقة لو كان هادي يمتلك سلطة مستقلة ولليمن سيادة يمثلها ربما يتحدثنا بهذه الترتيبات وأنه سيفعل وسيفعل وسيفعل، ولكن كونه سمح لغيره لمصادرة هذه السلطة والسيادة فهو رهين وفق رغباتهم، وهذه الرغبات هي لها ما وراءها، أي أن هناك ترتيبات معينة نحن غير معلنة ونحن لا ندرك أطرافها، ربما الأيام القادمة تكشف خفايا هذه الترتيبات، لأن سفر الرئيس بعد أن التزم بأنه لن يخرج من عدن نكث بالتزامه ووعده، وعندما خرج للقاهرة ما هي المهام الكبرى التي أجراها بالقاهرة، ما هي المصالح المشتركة بين اليمن والقاهرة، ما الذي يمكن لليمن، يعني هو أبرز الملفات. دكتور فيصل
أبرز الملفات ربما التي وقفوا عليها هي يعني التهديد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب، البحر الأحمر، والمياه الجغرافية بين اليمن ومصر، هذا من جانب. الجانب الآخر كما تم التصريح عنه أيضا إصلاح حال النازحين اليمنيين أو المغتربين اليمنيين في مصر، يعني العديد من الملفات الذي يعني ربما ذهب الرئيس لمناقشتها والاتفاق عليها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا يمكن تسميتها ملفات ذات قيمة، لأن المياه البحرية هي مسؤولية الدول الكبرى، فليست في عهدة الخليج وليست في عهدة مصر. المياه الدولية مياه تجري فيها تجارة عالمية، والمصالح كلها تصب في واشنطن، في لندن، في باريس، في ألمانيا، في اليابان، في الصين. وبالتالي هذه الدول هي الأقدر على حراسة هذه المياه الدولية. الشيء الثاني، ليس من المعقول أن يسافر رئيس الدولة من أجل يحسن اشتراطات المغتربين الموجودين في اليمن، يرفع عنهم رسوم وينقص منهم رسوم. كان الواضح الهدف الأساسي الذي يتحرك به هو اجتماع بقيادة المؤتمر الشعبي العام التي يحتاج إليها كرافعة سياسية للمستقبل، يخشى من دخول صراع، لأنه الضغط الشعبي في الداخل ربما يتوقع منه هذه لحصول الصدع السياسي، باعتبار أنه الرخاوة في السياسة هذه تؤدي إلى ارتفاع هذا الضغط الشعبي، وبالتالي هو يحتاج إلى بديل ويبحث عن بديل، وربما بإعازة من الدول الإقليمية التي لا ترتاح لغير المؤتمر الشعبي باعتباره حزب المألوف لديها، ويمكن التعاطي معه بكثير من البراجماتية وبكثير أيضا من الليونة والأخذ والعطاء. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي العزعزي، هل تتوقع إذن بعد هذه العودة إلى الرياض هي زيارة خاطفة ومن ثم سيعود الرئيس إلى عدن، أم ستطول كالمرات السابقة؟ لا أعتقد أن الزيارة هذه سوف تطول كثيرا، لأن الرئيس بالضرورة أن يعود إلى الداخل، بالضرورة جدا أن يعود إلى الداخل اليمني بأسرع وقت ممكن. يجب أن يعود إلى الداخل، هنالك متطلبات لبقاء العجل، هنالك أعمالا وإشرافا على الجبهات، هنالك تعرف، وأنا وجود الرئيس أدى إلى تحريك عددا كبيرا من الملفات، فرضح على أن الاستقرار أعاد قسم كبير من صفة المواطن في المناطق المحررة بالسلطة الشرعية، ولا أعتقد أنها سوف تكون، لكن قد تمتد ربما قد يحرك على أبو مثلا أو احتمالات. واعتقد ان الجانب الاساسي لمساله الحركه وايضا عن المرور الى مصر كانت تدعو او تدعو الدول العربيه تحريك المنظومه العربيه لتخفيف الضغوط التي تمارس من قبل الدول الغربيه على المملكه العربيه السعوديه والامارات بدرجتين اساسيه. نعم. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الاستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز. واعود للدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، اذا ما قاله الاستاذ عبد الهادي العزعزي ان هناك ربما ضغوط من الامارات العربيه المتحده وعدم رغبه بعوده الرئيس ربما تصب في هذا الاتجاه وربما تشكل عائق امام عوده الرئيس، هل لا زال هذا الطرح قائم بعد عوده الرئيس الفتره الماضيه ومكوثه هذه الفتره الطويله في عدن؟ نعود إلى الحقيقة المؤكدة، وتأكيد المؤكد هو معلوم. قلنا هل الرئيس عبد الرب منصور يمتلك سلطة القرار فيما يمكن أن يتخذه؟ إذا كان قرار في التعيين لا يمكن أن يصدره معزلا عن موافقة الرياض والإمارات. لأي مسؤول، وعزل أي مسؤول لا يمكن أن يجريه دون العودة إلى هذه العاصمتين وإلى هذه الدولتين. وبالتالي لا يمتلك الرئيس عبد الرب منصور استقلال في سلطة القرار بعد أن سلم قياده للخارج. أنا قلت بأنه أكبر كارثة لهذه هو أنه لم يلتفت إلى شعبه، هو صامت حتى لم يخاطبه بشفافية في كل الخفايا التي الناس يتساءلون عنها، وأنت ما لم تطرحون السؤال على أناس هم ليسوا بوصيك. هذه الأسئلة ربما لو طرحت على الرئيس عبد المنصور وعنده من الشجاعة ومستشارين ما يكشفه للناس، مثل لما تجرى الجبواني والجباري وبعض الوزراء المسؤولين اللي كانوا شجعان اظهروا بعض الحقائق التي حركت المياه الرافده وضغطت على هذه الدول التي تتدخل في الشان اليمني بشكل قبيح. يعني بالله عندما تصب مليارات الدولارات، مئات المليارات من الدولارات لخزائن الغرب الذي هم بعيدين عن مآسي مثل اليمن، وهم يحاربون في اليمن ولكن لا يلتفتون لا لإغاثة ولا لمجاعة ولا لتدني في المعيشة رفع
سعر الدولار الى شكل جنوني. يعني هناك نوع من العبث في الملف اليمني بسبب هذا الخواء الذي او بسبب هذه السياسه التي قام بها الرئيس عبد الرب منصور هادي بتسهيل القياد كله لليمن لصالح الدول التحالف. نعم. وبالتالي لم يعد الا ظاهره، هو ظاهره فقط، صوره من خلالها يتم توجيه السياسه فيما يخص اليمن، هو فقط يعني لا يمتلك من امره شيء حتى نستطيع ان نعول عليه. وحتى مثل هذه الملفات التي تتحرك التي ذكرها الاخ عبد العزيز عن الملفات التي تحركت في عدن، عندما اتى الى عدن يا عزيزي ارتفعت نسبه الاغتيالات بشكل مهول، الاحتلال الامني بشكل مهول، انتزاع الكهرباء بشكل مهول. برايك يعني ما هي الاسباب بهذه الجزئيه دكتور، اختم بها منك، ما هي الاسباب بعوده الاغتيالات والاختلالات الامنيه بهذا المستوى الكبير بعد ان كان قد اختفى؟ اي ان هناك دول خارجيه تعبث بالسياده اليمنيه وكذلك تريد ان تفشل السلطه حتى لا تعود اليمن الى وضعه الطبيعي، لان التدخل الخارجي مهما كنت مخلصا في عملك فانت لا تستطيع، لانه من يتدخل هو اقوى منك، لن يتركوا للسلطه لحكومه بندغر على الاقل ان تتنفس الصعداء حتى تستطيع ان تبني بالتدريج. لن يسمحوا لليمن ان يعيد تصدير ثرواته النفطيه والغازيه والسمكيه حتى يستطيع ان يشغل البلد. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي، شكرا جزيلا لك. وفي الدقائق الأخيرة نشرك معنا في الحديث من الهند الدكتور عادل دشيلة. مساء الخير دكتور عادل. الله بخير أخي الكريم، مرحبا بك الكرام. مرحبا بك دكتور عادل. أنت كيف تقرأ في أي اتجاه عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي من مصر إلى الرياض ولم يعود إلى عدن؟ أولا نحن نأسف لهذه الخطوة، خصوصا وأن الرئيس هادي كان قد التزم عندما وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن أنه لن يخرج من عدن وأن عدن ستكون مقره الرئيسي والدائم حتى تحرر البلاد، ونتمنى منه أن يلتزم بما وعد به. اليوم هناك إجراءات، يعني هناك لدينا مؤتمر سيعقد يعني في الشهر القادم، وهناك يعني الآن مشاورات في العاصمة الرياض بين الحكومة والتحالف العربي من أجل تقديم مسودتهم لمؤتمر ما يسمى بجنيف الذي سيعقد في الشهر القادم تحت الأمم المتحدة، وأيضا هناك مشاورات يعني للملمة المؤتمر الشعبي العام وأيضا لإعادته كطرف أساسي في الشرعية اليمنية. لكن أنا نقولها وبالحرف الواحد أخي الكريم، التحالف العربي منذ اليوم الأول لم يكن جادا في دعم الحكومة الشرعية، وكان يريد انتصارا عسكريا على جماعة الحوثي، لكنه لا يريد ذلك الانتصار يد الحكومة الشرعية، وبالتالي هو يراوغ، وهو يعني ومن يقول أنه لا يعني أنه لا يقوم يعني بضغوطات على الرئيس هادي فهو يغالط نفسه. التحالف العربي غير مقتنع بشرعية الرئيس هادي وغير مقتنع بأطراف الشرعية اليمنية. التحالف العربي لديه استراتيجية واحدة وهو يريد القضاء على الحوثي شرط ألا يكون على يعني يد الحكومة الشرعية، ويريد وبالحرف الواحد إعادة المؤتمر الشعبي العام إلى سدة الحكم. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع. نعم. لكن التحالف العربي الآن في الوقت الحالي هو يمارس نفس يعني يقوم يعني بشيء بعمل انتحازي، مثلما جماعة الحوثي تراوغ مع الأمم المتحدة التحالف العربي يراوغ مع الحكومة الشرعية. أخي الكريم، هذه حكومة شرعية معترفة من العالم أجمع، نحن لسنا في عطلة صيفية ولسنا يعني في نكاهة، نحن في حالة حرب، ويتطلب وجود الرئيس اليمني وحكومة على الأرض، ويتطلب دعم حقيقي من التحالف العربي. لماذا الرئيس هادي لم يعد إلى العاصمة عدن؟ لماذا الحكومة الشرعية لم تعد إلى عدن؟ لماذا نائب الرئيس اليمني متواجد في الرياض؟ أخي هل هؤلاء سيقودون الدولة عن بعد؟ نحن لسنا في مرحلة تعليم عن بعد، نحن في حالة حرب مع جماعة الحوثي، والحرب يتطلب إلى أن تكون القيادة الشرعية والدولة بكامل يعني أشخاص أو بكامل قياداتها على الأرض، لكن التحالف العربي يراوغ ولا يريد الانتصار على جماعة الحوثي، ولكنه هو كمان نعم. يعني يحفر قبره بيده، هو يحفر قبره بيده. نحن نأسف وندعو التحالف العربي إلى أن يعني يساعد الحكومة الشرعية وأن يعيد الرئيس هذه العاصمة عدن، وألا يستمر في سياساته السابقة. نعم. وإذا استمر فسيكون المصير مؤلم بالنسبة للتحالف العربي، أما اليمن فقد انزلق إلى مربع العنف، ونأسف لما حدث وسيحدث.
شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيلة الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من الهند، والشكر أيضا للدكتور فيصل الحذيفي وكذلك للأستاذ عبد الهادي العزعزي. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المي، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم.